دكتور، عايز اعرف منك شايف ازاي المباراه فنيا من ناحيه بقى الارقام، حضرتك يعني في الارقام والاحصائيات يعني دكتور فعلا، عايز اعرف منك ازاي شفتها فنيا بعد ما كنا مباراه الذهاب يعني متعادلين على ارضنا، خايفين من المباراه دي بالتحديد وعايزين نطلع بنتيجه كبيره قوي وايجابيه على ارض طبعا بيتا كلاب. شوفي، هو في حاجة أساسية هنتكلم فيها بداية. الفرق الكبيرة كلها عندها الصفة دي. الفرق بين الفريق الكبير والفريق اللي هو ما عندوش خبرات في الفوز بالبطولات والألقاب وكلام من ده، إن الفرق الكبيرة تعرف ترجع في الوقت اللي هي في أزمة فيه. صح. والأزمات دي كانت كتير قوي السنة اللي فاتت، زي يعني ماتش الهلال السنة اللي فاتت بعد لما الأهلي كسب البطولة. أما أنت ترجع، حتى في فيديو جميل كده كان معمول على اليوتيوب، على الأكاونت بتاع قناة الأهلي بتاع الأهلي يعني، كان بيحكي القصة. فأنت لما تشوف القصة بأثر رجعي تشوفي ازاي كانت المواقف. فالسنة اللي فاتت مثلا ما كانش موقف واحد، ده موقف الخسارة من النجم الساحلي في أول مباراة في المجموعة، موقف التعادل مع بلاتينم ستارز في الجولة الثالثة 1-1 هناك، و1-1 هناك، وكان الموقف ده عقد الدنيا تماما، والموقف الأخير إن أنت لازم ما أخسرش قدام الهلال في الخرطوم، في الموقف اللي هو كان في جمهور بره الملعب كمان، وكان شفنا كانت معركه حربيه مش مباراه. فثلاث مواقف كانوا صعبين جدا، وختاما بالمباراه النهائيه بقى اللي هي كانت قدام الزمالك برضو كان موقف صعب جدا، لان اوقات من الكتير من المباراه وانا بقولها اهي وفعلا واحنا على قناه الاهلي، ان الزمالك كان افضل من الاهلي فنيا خلال المباراه. فتجاوز الاهلي المواقف الاربعه. السنه دي الدنيا مشيت كويس في الدور التمهيدي لان كان مع فريق سهل، فابتدينا دوري المجموعات، ابتدى دوري المجموعات بفوز كبير. لكن الموقف اتعقد من الجولة الثانية بعد الخسارة من سيمبا، وبعد كمان الجولة الثالثة ما تعادل الأهلي مع فيتا وفي القاهرة، فبقى الموقف معقد. عشان كده بنتكلم، أرجع تاني وأقولك إن الفرق الكبيرة دايما المحك بتاعها الحقيقي هي لما بتتحط في مواقف صعبة. والأهلي اتحط في موقف صعب، عمل فيه إيه؟ نادي الأهلي امبارح كان فيه، أنا قلت كده وحللتها، سبع عوامل سواء فنيه او نفسيه هي اللي خلت النادي الاهلي امبارح يوصل الى انه يفوز بره ملعبه. حقق اول فوز في تاريخ الانديه المصريه على انديه كونغوليه، وكان في حصل لبس كده عند الناس، قالت لك لا، ما هو ليوبار الكونغولي الاهلي فاز عليه بره ملعبه في الجوله كانت الثالثه من مباريات المجموعات عام 2013 بالظبط. كان في ليوبار بطل الكونغو، لكن ده بطل الكونغو في ناس بيحصل عندها لبس. كونغو برازافيل غير الكونغو الديمقراطية. بالزبط. لو قلت الكونغو بس يبقى قصدي على البرازافيل، لكن عشان اقول الكونغو الديمقراطية اقول جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي هي ار دي سي او ريبوبليك ديمقراطيك دو كونغو، اللي هي جمهورية الكونغو الديمقراطية دي اللي منها فيتا ومازيمبي. طبعا ده ملناش دعوة بالكونغو برازافيل اللي الاهلي فاز قبل كده خارج ملعبه. هذا هو اول فوز لنادي مصري على نادي كونغولي في عقر دار الفرق الكونغوليه في التاريخ، بعد 22 مباراه 16 خسرهم الانديه المصريه وسته فقط انتهوا بالتعادل، ودي كان الاول فوز خارج الديار لفريق مصري على فريق كونغولي.